بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahli İslam, ahli iman, birodarlar, hurmatli ustozlar, hurmatli otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar. Avvalo Robbil Izza Jalla Jalolahuga beadad hamd va sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun Alloh jalla va alo sizni bizlarga yana bir ulug' bir ayyom imkoniyatini muvaffaq aylab, uzoq yaqinlardan o'zini baytiga jamlab, iymon bilan, ixlos bilan Alloh jalla va aloning rahmatiga umidvor bo'lib, juma ibodatlarini taboraka va taolodan rozi rizoligi, rahmati bilan husni qabul qilishligini jumla mu'min musulmonlarni to'atlari qatorida hammalarimiz saflanib, o'zini muborak qiblasiga Ka'batullohga yuzlanib turibmiz. Alloh jalla va alo uzoq yaqinlardan har bir bosib kelayotgan qadamlarimizga ajru azim hasanotlar ato aylasin. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه
ابن مطرب بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه. فأعظم به من نسب فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. أطر اللهم قبره الكريم بعرفه شذيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء. حبذا إقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاه فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم پروردگارا bizlarga ilm bilan yordam bergin halimlikni ustularimizga ziynat qilgin taqvodorlik bilan martabalarimizni o'zing ulug' qilgin ofiyat tinchlik xotirjamlik bilan bizlarni yanada go'zalligimizga go'zalligimizni ziyoda aylagin.